من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. آخر المحطات باش نتبعوا فيها اليوم العالمي للمرأة اللي نحتفلوا به في بلادنا مع سائر الدول غدوة الجمعة 8 مارس. المتابعة متاعنا من خلال استضافة السيدة رجاء مسعاوي منسقة اليونسكو بمعهد أبو القاسم الشابي المنتمي لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو اللي حاضرة معنا في الاستوديو المركزي. نورتنا مدام رجاء، مرحبا بك. صباح النور والأمل، يعطيكم الصحة على الاستضافة، شكرا جزيلا. يعيشك الله يخليك. مدام رجاء، مشروع اليونسكو بمعهد أبو القاسم الشابي، تانيت رائدات مؤثرات، هذا هو العنوان والتفاصيل. نعم. عندك أنت مدام رجاء. يعيشك مدام مفيدة. دونك تانيت رائدات المؤثرات هو كما اسمه تانيت، معناتها يعتني بالمرأة أساسا، ويحاول أنه يسلط الضوء على إنجازة المرأة، على المشاكل تعرض لها، العنف في المدرسات، التنمر على الفتيات المتفوقات، وهذا الكل مش باش نظهر المرأة كومين فيكتيم ضحية، لكن لا كرائدة متفوقة ومزيد تدعيمها، خاصة أنه سنة شعار العالمي للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، منظمة الأمم المتحدة شعارها إدماج المرأة، يعني الاستثمار في المرأة، هذا الشعار متاع 2024، كيفاش نستثمر في المرأة، نسلط الضوء على نجاحاتها، نذل العقوبات الصعوبات بليتو متاعها، ونحاولوا أنه نقسم المشاكل تتعرض لها كما العنف، كما عدم المساواة في الأجور، خاطر المرأة صحيح قطعت شوط كبير جدا في المساواة وفي معناتها في المكانة اللي خذيتها الحمد لله خاصة في تونس، لكن ما زلت عنا برشا تحديات كما برشا دول، خاصة المساواة في الأجور، المساواة في الأجور وفي المراكز القيادية أيضا. سيدة رجاء، لأنه نشوف المرأة متفوقة في عملها، لكن وقت ما يكون فما مراكز قيادية ما نشوفوش المرأة برشا، وهذا ما يعكسش كفاءتها، مش على أساس الكفاءة، معناها هذا للأسف ما زلنا نشوفه فيه، وما زالت ممارسات يومية رغم التشريعات والكم الهائل الأطنان من التشريعات، حتى كان معناها نقيموها من حيث الكثافة بالوزن، أثنين من التشريعات بقات في على المستوى النظري فقط، في الممارسات في التطبيق ما نشوفوش المرأة ولا ما نشوفوش تجسيد لهذه القوانين على أرض الواقع. فعلا مدام مفيدة، ديجات اللي مذات يعطيهم الصحة ركزوا على هذه في الاحتفال اللي تعدى، اللي هو اليوم العالمي لتكريم الفتاة والمرأة المتفوقة في مجال العلوم، عملوا بريزونتاسيون وذكروا فيها الشيء هذا اللي هو تفوق الإناث على الذكور في المناظرات الوطنية الكل، لكن للأسف ما هو ريادية تبدأ قرائية ومتفوقة، لكن أين هي من مناصب معناتها صنع القرار؟ عندك الهوة الريادية اللي هي تتحكم فيها برشا حاجات، عقلية المجتمع الذكوري، معناتها ثم برشا حاجات بخلاف معناتها إنها المرأة تحاول إنها تاخذ تفتك مكانتها، لكن ثم شوية حاجات يمكن تتجاوزنا احنا وسابرون دي طون باش تتبدل العقلية، ثم مكبلات اجتماعية وثقافية تكبل حتى المرأة في الإعراب على رغبتها ولا في قدرتها على ممارسة المناصب القيادية، لأنه مثلا وظيفة الأسرة موكولة إلى المرأة، تلقى الرجل والمرأة في نفس معناها في نفس الحالة الوظيفية، نفس ساعات العمل، نفس المسافة اللي يمشوها للعمل، تنزاد لها الوظائف المنزلية، هذه من بين الحاجات اللي تكبل ولا تعيق وجود المرأة في المراكز القيادية. خلنا ندخلوا في تفاصيل احتفالاتكم سيدة رجاء بمعهد أبو القاسم الشابي. أي إن شاء الله الاحتفال بش يكون يوم الجمعة إن شاء الله 8 مارس على الساعة الثانية بقدرة ربي، مرحبا بكم، على الساعة الثانية زوالا بحضور المندوب الجهوي وثلة من النساء الرائدات، حبينا نكرمهم، فما شكون بش يحضر معنا حضوريا كما مدام إيمان مشكورة، إيمان جمودي رئيسة قسم مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، حبينا نلمهم من جميع المجالات الحياة، من القضاء، من الفن، من المسرح، من الأدب. ضيفنا السادة زادة الكاتبة المتألقة ورئيسة اتحاد
الكاتبات النسائيات مدام سميرة سحيمي باش تكون موجودة معنا. المسرحية المتألقة لطيفة القفسي عندها ظرف يعني متاع تصوير مسلسل نوجه لها تحية بالمناسبة باش تكون حاضرة صوتا وصورا إن شاء الله. وبطلة العالم في سباقات الرالي مدام نادية الكمودي ستكون حاضرة زادة صوتا وصورا, عندها التزامات خارج الوطن. وإن شاء الله باش يعملوا تلمذات مسرحيات, معناتها عن إلقاء دي بوين باللونجلي, معناتها إبداعات في جميع اللغات إن شاء الله. إبداعات تلمذية محورها النساء الرائدات. النساء الرائدات, واللي يعجبني برشا أنا ما نجمش ما نحضرش في البلاتو هذية وما نوجهش تحية قلبية لتلمذاتي, راهم خدموا خدمة إكسيلونت, اكتشفنا مواهب مسرحية عندي شكون حتى ماهوش منخرط في نادي اليونسكو, وقت اللي شاف الاحتفال اللي فات ميس نحب نشارك إبان وي شاركوا. عنا سليم موهبة في المسرح يفكرني برشا بعبد القادر مقداد تو يكتشفوا غدوة, يعني إتقان غريب يعطيهم الصحة, معناتها رنيم ملاك إن شاء الله ما ننساش برشا أسامي رؤى الكل الكل الكل, معناتها أبدعوا فعلا, وفما برشا كنوز ومواهب خرجت في إطار الاحتفال هذا. إن شاء الله كل التوفيق ليهم, هذوما إن شاء الله بشوفوهم مشاريع قيادات, هم اليوم مازالوا في سن الطفولة لكن بشوفوهم مشاريع قيادات شبابية ثم قيادات وطنية إن شاء الله. يا ربي هدايا يفرحنا في كل مرة كي نشوفوا الثمرة متاع مجهودات الناس اللي حارصة على زرع روح المبادرة الوطنية, أيضا القيادية الروح القيادية, هذا الكل معناها شيء مفرح وشيء نثمنوه حتى كوسائل إعلام, وهذا دورنا بالتعريف بهذه الأنشطة. سيدة رجاء تقريبا هذه التفاصيل الخاصة أي جست نسيت أهم حدث زيدا, فما سي حاتم الزيتوني نوجه له معناتها تحية إكبار بالحق بالكداب الكداب, معناتها طوع معانا اللي هو رئيس جمعية سيانة قفصة باش يحضرنا الكليم بريزونتاسيون أنواع الكليم الكل, خاطر هو يعكس روح المرأة معناتها القفصية. وفما حتى يعني نظريات ربطت الفسيفسي بالكليم, يعني باش يحضرنا بريزونطاسيون باوربوينت وباش يجيب العرض نتاعو الكل نتاع انواع الكليم القفصي. يعني فرصه للصغيرات يكتشفوا التراث القفصي الحضاره القفصيه. يعطيه الصحه, مشكوره على التطوع معناتها باسم الجمعيه نتاع صيانه مدينه قفصه, نشكرهم معناتها بالكدا. فما زاد زميلتي المجتهده والمتالقه مدموزيل نزيها قودريه باش تشارك معنا بعرض مسرحي مع تلمذتها في اعداديه تحميده وحاده ماسكولان فيمينا, مسرحيه هزليه معناتها على الفرق ما بين الأنثى والذكر. معناتها تحس الناس الكل تجندت بالحق, يعطيهم الصحة وسيون أوكازيون معناتها باش نشاركوا الاحتفال بالمرأة وباش ندعموا مكانتها كرائدة. الموعد غدوة ماضي ساعتين, نذكروا بالمكان سيدة رجاء. مرحبا بالجميع, دعوة مفتوحة راهي للجميع, مش كان حكر على الزملاء ولا الزميلات ولا الإطار اللي هو في المعهد, ماذا بينا بكثافة الناس الكل تحضر تجيب صغيراتها. فما معرض زاد للحرفيات يعطيهم الصحة, حرفيات قفصة باش يجوا باش يجيبوا المعرض نتاعهم, تلامذات باش يعملوا ورشات صناعة الاكسسوارات لي بروشي, معناتها برشا حاجات, يعني عرض متنوع للكبار والصغار إن شاء الله. إن شاء الله موافقين. سيدة رجاء مسعاوي منسقة اليونسكو بمعهد أبو القاسم الشابي المنتمي لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو, الحدث هو الاحتفال أو اليوم العالمي للمرأة 8 مارس من كل سنة. المشروع متاعكم تانيت رائدات مؤثرات غدوة 8 مارس ساعتين متاع العشية بمعهد أبو القاسم الشابي, كل التوفيق لكم. مرحبا بكم الكل. يعيشك وشكرا لك سيدة رجاء مسعاوي.